السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى عناوين النشرة الرئيسية. في ختام اجتماعهم الثامن بفيينا، أعضاء أوبك وخارج أوبك يجمعون على ضرورة مواصلة التشاور لمواجهة تذبذبات سوق النفط بعد عدم التوصل إلى اتفاق تخفيض إضافي في الإنتاج. انزلاق للتربة بإحدى ورشات البناء بزيد عبد الله بالعاصمة يودي بحياة عاملين اثنين، ووزير السكن يعاين مكان الحادث ويؤكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. في حصة خاصة لتلفزيون الجزائري، وزير الصحة يؤكد التزام الوزارة بتقديم المعلومة الصحيحة والآنية للمواطنين وتوفير كافة التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا. استعدادا للألعاب المتوسطية بوهران، انطلاق مرحلة تجهيز الملعب الأولمبي بالعشب الطبيعي، ووتيرة متسارعة لتسليم القرية الأولمبية قبل نهاية السنة. أهلا بكم من جديد. إذن لم يتوصل وزراء النفط اليوم خلال الاجتماع الثامن لأعضاء أوبك وخارج أوبك بفيينا إلى إجماع حول اعتماد التخفيض الإضافي المقترح أمس خلال الدورة الاستثنائية للندوة الوزارية 78% إلى معدل 1,500,000 يوميا إلى غاية نهاية 2020 بالنظر إلى متغيرات السوق الدولية. هذا وكان رئيس مؤتمر الأوبك وزير الطاقة محمد عرقاب قد التقى اليوم قبل انطلاق أشغال الدورة برؤساء وفود أعضاء منظمة أوبك خارج أوبك. موفدة التلفزيون إلى فيينا بايا بالخير. وسط حذر شديد شهدت الفترة الصباحية عديد الاجتماعات الجانبية قبيل الانطلاق الرسمي للدورة الثامنة لاجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وغير أوبك للتشاور حول الاقتراحات التي خرجت بها منظمة أوبك في دورتها الاستثنائية 78%. الاجتماع يعني كانت الخلاصة التالية، أننا راح نبقى في اتصال مستمر ونتباحث يوميا حول التفاعل السوق البترولي في الأيام القليلة القادمة. راح نبقى نراقب السوق، نعمل مونيتورينج للسوق، راح نشوف تفاعلات السوق البترولية مع مدى انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم وتأثيراته حول السوق بصفة عامة الاقتصادية وكذلك البترولية بصفة خاصة. الإبقاء على اتفاق منظمة أوبك في اجتماعها الأخير مع مواصلة التشاور والتواصل والقيام بتقارير تقنية عملية من قبل الخبراء هو ما اتفق عليه أعضاء منظمة أوبك وغير أوبك من أجل وضع ميكانيزمات من شأنها تحقيق الاستقرار الدائم لصالح المنتجين والمستهلكين. استكمال الحوار والتشاور من أجل التوصل إلى قرار لتعزيز الأسعار والمحافظة على توازن السوق النفطية هو ما خرج به اليوم الاجتماع الثامن لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وغير أوبك. بيا بالخير، موفدة التلفزيون إلى فيينا. تسبب حادث انزلاق التربة أمس بإحدى ورشات البناء بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة في هلاك عاملين اثنين، فيما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ اثنين آخرين. وكان وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري قد تنقل فور وقوع الحادث رفقة والي العاصمة يوسف شرفة إلى مكان الحادث لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. فحول الحماية المدنية بعد المجهودات اللي قاموا بها منذ سبعة تقريبا مساء،
هذا وين جبتوا لنا الضحية الثانية. الحادث هذا أدى إلى ضحيتين توفى وربي يرحمهم. هذه المناسبة أعزي وأعظم الأجر لعائلة الضحايا وإلى كل عمال قطاع البناء. عندنا أيضا في الحادث جريحين، الحمد لله حالتهم ماهيش خطيرة كثير، ولكن هذا مكتور ربي يرحمهم ويسع عليهم. احنا نتألموا طبعا في حوادث كما هذه، تألموا طبعا الناس السبعة تاع العشية كانوا يخدموا تحت هذا الحائط اللي تشوفوا فيه، وقع انهيار وربي يرحمهم إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. تنويرا للرأي العام ومتابعة لمستجدات الوضع الصحي بالجزائر، يقترح عليكم التلفزيون الجزائري سهرة اليوم حصة خاصة تستضيف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد وممثلين عن مختلف المصالح المعنية باحتواء الوضع والحد من انتشار الفيروس، حيث أعلن وزير الصحة توفير كافة التدابير الوقائية اللازمة، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والآنية للمواطن. وحنا عندنا في الوزارة كل يومين عندنا كوميتي دفاي باش نشوفوا الوضع. حنا خذينا يقول لك دكتور فورال كل الوسائل مع لا ديريكسيون لا كومونيكاسيون دي زافيشاج في لي وراح نديروهم عن قريب في لي بوس في الترام افيشاج في لي زايروبور دي سبوت دي اس ام اس. هذه كل وسائل هذه اللي مستعمله عبر العالم كله راه حنا دايرينها باش نبهوا المواطنين باش نعطيو لهم الصوره الحقيقيه. وان شاء الله حتى في دي كونفرنس دو بريس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوزاره والدكتور فورار عده مرات هو يتكلم، نحاولوا كل مره نعطيو الحقيقه، ولا اذا كانت اي مناسبه نهضر بكل صراحه للمواطنين نقول لهم الواقع كيف راه الحال. الحصه الخاصه التي تقدمها وهبه امزال تتابعونها عقب هذه النشره على القناه الارضيه والجزائريه الثالثه. هذا ويوصي المختصون بتفادي الإكثار من زيارة المرضى بالمستشفيات للوقاية من انتشار مختلف أنواع البكتيريا والفيروسات. وهبة أمزال. تتواصل النشاطات الطبية بشكل عادي في المؤسسات الاستشفائية في كل الاختصاصات، فيما ينصح الأطباء عدم إكثار الزيارات للمرضى مواجهة لانتقال فيروس كورونا. يعني الكوفيد ستان فيروس بصح كاين ظواهر اخرى اخطر للمرضى، لي بكتيري هذوك اخطر اللي يقتل المرضى. يعني احنا الكوفيد بالنسبه لنا ماشي مشكل كبير، يعني المشكل يقدر يتحل باغ دي ميزور ديجيان كمامات. يعني احنا نواجه يوميا جراثيم يعني اخطر بكثير. ننصحوا احنا باش ما يكونوش في المستشفى لي فيزيتور بزاف، الناس اللي تجي تطلع المرضى يجيو بال 15 بال 20 في غرفه صغيره، ومام كي يخرجوا يروحوا للمنازل تاعهم ماذا بينا ما يكثروش عليهم الزيارات لان المناعه تاعو ناقصه وينجم يمرض بمرض الزكام. مواجهه فيروس كورونا تستدعي اتباع خطوات وقائيه يتبناها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. شب مساء اليوم حريق مهول بالمركز التجاري المعروف بسوق دبي بالقرب من محطة المسافرين بعين البنيان بالعاصمة، وحسب مصالح الحماية المدنية فإن ألسنة النيران لم تخلف خسائر بشرية، مؤكدة تسخير كافة الإمكانات لإطفاء الحريق الذي تسبب في حالة هلع في أوساط سكان البنايات المجاورة. في أحوال الطقس، أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة أن أمطارا رعدية مرفوقة أحيانا بحبات برد ورياح تشهدها ولايات العاصمة، البليدة، البويرة، بومرداس، سيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلا، وكذا المناطق الشمالية بولاية أسطيف. وتحسبا لموسم الأمطار وتجنبا لأخطار الفيضانات بمنطقة تصل نجار، تأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال أشغال إنجاز الجسور والمنشآت الفنية، يقول إبراهيم بالخير. بوتيرة بطيئة نوعا ما تسير أشغال إنجاز المنشآت الفنية للجسور الثلاث والتي تحمي مدينة جانيت من خطر الفيضانات، مشاريع التزمت شركة كوسيدير بتسليمها شهر مايو المقبل، لكن الأشغال لم تتجاوز 50%. الروتار هذا والريتم هذا بهذا لاكادونس باش تكملوا لي طروا زوفراج ما ظنيتش. لاكادونس اللي راكم تمشوا بها ضعيفه. لا سونترال بيتون تاعكم راه تخدم، اذا عندكم ان بروبليم دا بروفيزيون ما اون اغريغا نجم ندير لكم ريكيزيسيون اللي يسموه لي ستاسيون دو كونكاساج اللي راهم في لا ريجيون، يعطوكم كل لا كونتيتي. المهم انكم تقلعوا دابري واش راني نشوف موسم الامطار. حنا عندنا مي جوان ما نبغوش يدير لنا اشكال. نوعيه المحاجر هنا وغياب يد عامله مؤهله من بين المشاكل التي اعاقت تقدم الاشغال. لقينا صعوبات كبيره في لي زابروفيزيونمون اغريغا. اذا تحل هذا المشكل تاع لابروفيزيونمون والوكاله التشغيل مشات مع مؤسسه كوسيدار، يعني خلاونا نجيبوا لا مان دوفر كاليفي تاعنا
باذن الله نكونوا في ليديري. وحنا نثمنوا المجهودات هذه نتاع الدوله والتكفل التام بالانشغالات نتاع المواطنين خلال الفيضانات الاخيره اللي شهدت مدينه جانت. وتفاديا للخسائر المسجله في السنوات الماضيه، يتطلع سكان جانت الى اتمام هذه المشاريع قبل موسم الامطار المتزامن وفصل الصيف بمنطقه التصل ناجر. عشية الاحتفال بالعيد العالمي للمرأة، يبرز دور المرأة الريفية في إنعاش الاقتصاد المحلي، والذي لن يتأتى ذلك إلا بالدعم والمرافقة المتواصلة. يوسف طافر. هنا الطبيعة البكر بأعالي سيدالي بوتشن بتيسمسيلد بهوائها وطيبة أنسها، هنا التشبث بالأرض، هنا الانتماء. من الاستقلال رانا في الدار هذه هنا، تبوا الأرض ورانا نخدموا فيها، ورانا كيف رانا فيها عايشين فيها، وين نروحوا فيها؟ ما عندنا وين نروحوا عليه؟ قالوا لي نروحوا للثنية، وقلت لهم أنا غير مت هنا. أنا ندوموندي من الدولة ومن السلطات تعاوننا باش نخدموا الفلاح، دعمنا نبنوا كيما نقولوا حنايا، دعمنا شغل نبنوا الإسطبل، نبني إسطبل يكون مسقم، ندير الميز ولا ندير بقرات ولا ندير أبقار نتاع الحلوب هذوك ولا الميز تاع الحليب. باقي باش علاه هذا الحليب هو اللي رانا نحوسوا عليه حنايا، علاه باه ندعموا حنا السوق. من أجل تشجيعهما والوقوف معهما، كان للوكالة الوطنية لتسهيل القرض المصغر وكالة تيسمسيل دور في بقاء أمثال حجة تركيا والزهرة وفيتين للأرض. طبيعة المنطقة يعني ريفية، منطقة فقيرة، راح ندعمه إن شاء الله في إطار تنمية المستدامة، ندعمه يعني ونسهل الأمورات للمرأة الريفية والمرأة المكتفة في البيت. السيدة فرعون الزهرة يعني من بين النماذج الناجحة اللي تفتخر الوكالة بتمويل المشاريع تاعها. عندما تلتقي النية الصادقة والسواعد المثابرة بالمرافقة الجيدة لمصالح الدولة، يكون النجاح حليف الجزائر وتكون الثمار للجميع. وتهيئة الظروف المواتية للاستثمار في المجال الفلاحي كانت العامل البارز لأحد المستثمرين الشباب بقسنطين، الذي استفاد من آليات الدعم لإطلاق مشروع تربية الماعز ذي الشلالات المدرة للحليب. أمينة بعضوش. اختار سلالة الصنين والألبين كأجود أنواع سلالات المعز المنتجة للحليب، فكان له الدعم المادي والمرافقة البيطرية لضمان نجاح المشروع. المربي حيدر من بلدية عين عبيد بقسنطينة شاب انتهج تربية هذا النوع الجديد من الماشية. جبنا هذه السلالة 56 معزة وربع عترس، تتميز بإنتاج كبير من الحليب. المعزة الصنين 3 لترات إلى 4 لترات، والألبين من 5 إلى 6 لترات في اليوم. Les conditions sanitaires chypriot, il a de bonnes conditions d'élevage. Donc maintenant, c'est à nous de faire le suivi, que ce soit par les vétérinaires fonctionnaires et par les vétérinaires privés. الرفع من القدرات الفلاحية والإنتاجية هو ما يدعمه قطاع الفلاحة بالولاية من خلال المرافقة التامة لمثل هكذا نشاط. من بين مجموعة 7 شباب اللي تقدموا بملفات عبر هذه التمويلات للمسمارات الفلاحية الجديدة، أننا نجمعوا أكثر كمية من مادة الحليب. اليوم المربي حيدر رفع التحدي ويطمح لبعث صناعة غذائية تعتمد على مشتقات حليب الماعز. من العام الجاي تكون كاينة واحد 250 رأس، نطلب من السلطات نوسعوا في المشروع تاعنا ونعودوا نخدموا الفرماج والكومونبير. مثل هكذا مستثمرات ستساهم حتما في تنمية الاقتصاد المحلي للولاية. والمساهمة في إنعاش الاقتصاد تطمح إليها المؤسسات الصناعية المتوسطة بولاية ميلا، التي تعكف على تكييف منتجاتها ومتغيرات السوق بالاعتماد أساسا على تدوير المواد الأولية لتفادي الاستيراد. نور الدين بن عبسة. تخصصت في إنتاج المدافئ المنزلية للغاز، فتضاعف منتوجها تماشيا مع تنامي الطلب الوطني. وحدة إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية بفرجيوة ستنطلق قريبا في إدماج صناعة مرجل الغاز للتدفئة المركزية والتسخين مثبت على الحائط. فرصة إنا إدماج إنتاج لاشور ديال ميرال على مستوى وحدة فرجيوة، وذلك لأن هذا المنتوج تنتجه مؤسسة وطنية نقدم للمستهلك الجزائري كل الضمانات والسلامة في منتوج عصري ومطلوب جدا على مستوى السوق الوطني.
من مخلفات الحديد والزهر يصنع طارق أغطية البالوعات والصرف الصحي والتجهيزات الحضارية وقطع التآكل، ويعتمد في العمل على القولبة باستعمال الرمل الغني بالسيليسيوم المعدل بالوسائل التقليدية، وفي الأفق مشروع إنجاز مصنع بتقنيات عالية. رايح يكون نصف 50% منه لتمويل السوق المحلية، وال50% الاخرى لمارشي افريكا، وهذا يتوقف على وصول المعدات. يعني صراحه راح يكون منتجات الري، يعني اغطيه البالوعات والصرف الصحي وكذا، قطع غيار محركات الكهربائيه، وبعد قطع التاكل. بالرغم من الصعوبات تطمح بعض المؤسسات الصناعيه بولايه ميلا الى التكيف مع حاجه السوق وخلق الثروه وتوفير العمله الصعبه. حزبيا، وخلال لقاء جهوي لهياكل حركة مجتمع السلم لجهة الغرب وهران، جدد اليوم رئيس الحركة عبد الرزاق مقري مساندة الحركة للإصلاحات الدستورية وتعديل قانون الانتخاب لضمان ممارسة انتخابية نزيهة وشفافة. وخلال افتتاح مجلس الشورى لحركة النهضة بالعاصمة، دعا اليوم الأمين العام للحركة يزيد بن عيشة إلى تكريس الحقوق والحريات في مشروع تعديل الدستور بما يضمن المشاركة الفعلية للمواطن في صنع القرار. دوليا، في العاصمة تونس فجر انتحاريان نفسيهما صباح اليوم بالقرب من السفارة الأمريكية باستخدام دراجة نارية، ما أدى حسب بيان لوزارة الداخلية التونسية إلى مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين من رجال الأمن ومدنيين بجروح. هذا ووضعت الأجهزة الأمنية التونسية كافة وحداتها في حالة تأهب قصوى لمجابهة أي مخاطر محتملة. في شأن السوري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب حيز التنفيذ بعد التوصل إلى اتفاق مشترك أمس بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو. هذا وساد هدوء حذر محاور العمليات العسكرية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، فيما اعتبرت تركيا أن اتفاق إدلب سيسمح باستئناف التعاون بين البلدين في إطار عملية أستانة حول سوريا. وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد شهدت بلدان العالم أمس تسجيل 2241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 97,000 حالة عبر العالم. ملك سحقي. خيم شبح فيروس كورونا على العالم وتربع بأرقام أخافت الهيئة الصحية العالمية وسط عدم وضوح الرؤية بعد في التوصل إلى اللقاح المضاد. فبلغة الأرقام، سجلت الصين أزيد من 140 حالة إصابة مؤكدة جديدة و30 حالة وفاة، لتصل الحصيلة النهائية فيها إلى أزيد من 30,000 حالة وفاة وأزيد من 80,000 حالة إصابة مؤكدة. أرقام مخيفة زادت من وطأتها الإحصائيات في كامل بلدان العالم، والتي أحصت أزيد من 95,000 حالة إصابة بما فيها 3,281 حالة وفاة في العالم. وفي مثل هكذا ظروف، تقترب منظمة الصحة العالمية من إعلان حالة الوباء بعد ظهور حالات الإصابة بالفيروس في 81 دولة، بينما تحولت كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا إلى مراكز لتفشي الإصابة خارج الصين. منظمة الصحة العالمية لم تخفي قلقها بشأن انتشار الفيروس الجديد إلى عدد متزايد من البلدان التي تعاني ضعفاً في المنظومة الصحية خلال الأيام القليلة الماضية. قد لا تقضي الإجراءات الوقائية كغسل الأيدي على الفيروس، لكن الأخذ الجاد بها قد يمنع وصولها. في الرياضة، افتتحت أمس الجولة 21 للرابطة المحترفة الأولى، حيث ارتقى وفاق سطيف إلى المركز الثاني مؤقتا بعد فوزه ببسكرة على الاتحاد المحلي بهدفين دون رد، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها الملاحق الآخر شبيبة القبائل على اتحاد بالعباس، في حين فاز أهلي برج بوريريج بثلاثية نظيفة على مولودية الجزائر. هذا وتستكمل الجولة غدا السبت
البرنامج التالية: ناصر حسين داي، شباب قسنطينة، نجم مقراء، جمعية عين مليلة، مولودية وهران، شبيبة الثورة، نادي بارادو، اتحاد الجزائر. أما عن لقاء أولمبي شلف شباب بلوزداد فسيلعب دون جمهور. وضمن التحضيرات لدورة الألعاب المتوسطية 2021 التي تحتضنها مدينة وهران، انطلقت اليوم مرحلة تجهيز الملعب الأولمبي بالعشب الطبيعي من قبل شركة مختصة ووفق مقاييس عالمية. المتابعة لنوال بن طوبة. هي آخر اللمسات لإتمام أشغال إنجاز الملعب الأولمبي 40,000 مقعد بوهران، حيث انطلقت مرحلة تجهيز أرضية الملعب بالعشب الطبيعي والتي تستمر 15 يوما. شرعنا في تجهيز الملعب الأولمبي بالعشب الطبيعي. نستعمل تقنية خلط العشب الطبيعي بمواد أخرى مثل الفلين والألياف الاصطناعية، مما يجمع بين المرونة والمقاومة. العملية التي تنجز وفق مقاييس دولية من طرف متعامل ثانوي لمؤسسة الإنجاز الصينية المكلفة بالمشروع لتسليمه في الآجال المحددة وبالمعايير المنجزة في كبرى الملاعب العالمية. شركتنا أنجزت العديد من الملاعب الأولمبية في أوروبا، وأذكر منها ملعب نادي ليون ونادي مارسيليا ومراكز التدريب لكل من مدريد وأرسنال وأرضيات ملاعب الريغبي خلال كأس العالمية. وبالنسبة لهذا الملعب فقد شرعنا في المراحل الأولى للتجهيز، وسيظهر العشب خلال 15 يوما القادمة. هذا والأشغال أيضا على قدم وساق لإتمام ورشات مختلف المرافق الأخرى، وكذا التهيئة الخارجية لهذا المرفق الرياضي الهام استعدادا للألعاب المتوسطية 2021. كما تعرف أشغال إنجاز القرية المتوسطية وتيرة متسارعة من خلال التهيئة الخارجية وفضاءات الراحة على أن يستلم المشروع قبل نهاية السنة الجارية. سيف الدين بن زردة. على مساحة قدرها 40 هكتار، يعكف القائمون على مشروع القرية المتوسطية بولاية وهران على إسرع وتيرة الأشغال لاستلام المشروع كليا قبل نهاية السنة الحالية. بالنسبة للتهيئة الخارجية، مؤسسة جزائرية اللي انطلقوا في التهيئة الخارجية منذ شهرين، وراهي الأشغال راهي تمشي على أحسن ما يرام. وفيما يخص الشركة الصينية اللي عندها الغرف والملحقات، يعني راهي في رانا في لابنتور، ويعني رانا في الطلاء، وكذلك بعض الأشغال يعني الثانوية. وبالإضافة إلى الغرف الجميلة التي تضمها هذه القرية، تسعى الجهات الوصية إلى توفير كل فضاءات الراحة للرياضيين أثناء إقامتهم هنا. نسبة الإنجاز حاليا تقدر ب 90%. يحتوي المشروع على 5 أجنحة بسعة 4280 سرير، 5 مطاعم، قاعة متعددة الخدمات، وقاعة علاج. 17 مليار دينار هي كلفة هذا المشروع الذي يرتقب أن يتم استلامه شهر أوت المقبل. نظمت جمعية أحياء النمط التراثي والسياحي ببشار الطبعة الخامسة لرالي البشريات في رسالة توعوية وتحسيسية حول السلامة المرورية تقودها نسوة سائقات. رشيدة بن عياد. الطبعة الخامسة لرالي البشريات المصنف ضمن رالي الانضباط جاءت هذه السنة في حلة سياحية ترفيهية جديدة احتفالا باليوم العالمي للمرأة. هذا الرالي راه يهدف لبزاف امور، يعني التحسيس والتوعية والحد من حوادث المرور، والمرأة كما يقولوا عليها تخاف وتهيب، هي ما تخافش من السوق ولا تخاف من العواقب. رالي البشريات الأول من نوعه على مستوى الجنوب الغربي، حفز المرأة الصحراوية على القيادة السليمة، والتي بدورها أثبتت مهارة واحترافية في سياقة مختلف أصناف المركبات ولمسافات طويلة. أنا هذه المرة الخامسة راني نشارك، وبالفعل احنا كل مرة نزيدوا مسافة، وكل مرة راح نزيدوا مسافة، وكل مرة راح نزيدوا نضبطوا، وكل مرة راح نزيدوا نتعلموا. الدور تاع الرالي اليوم اللي احنا مشاركين فيه، المشاركه فيه المراه، هو حسن التسيير فيما يخص السياقه للمراه،
فيه متعة، فيه سياحة الحمد لله. كما ذكر أنا ماشي العام اللي فات كنا ستة، غير هذا العام سي موغل، والخطرة الجاية راها تتقول إن شاء الله يمكن نخرجوا أولي ولاية بوركوا با. حنايا رحنا نديروا نوعوا نشوفوا المرأة كيف تحترم السياقة. رسالة تحسيس وتوعية لرالي الانضباط حول التحلي بالسلامة المرورية كان فرصة للمتنافسات في جولة سياحية بامتياز نحو قصور الشمال. خاتمتنا فنية. تكريما لحرائر الجزائر، أهدت أمس الفنانة سلمى كويرات المرأة الجزائرية باقة من أجمل أغانيها. يوسف طفر. ابنة الجزائر سلمى كويرات غنت لبنات الجزائر للحب والأمل بصوتها الجميل الذي بقي عذبا ولم تغيره السنوات. شدت سلمى وأبدعت. درت هذا العرض هذا ديال اليوم باش ندير لو كران روتور، العوده ديال في وسط، باش نكون في وسط الجمهور الجزائري وفي وسط ناسي وفي وسط حبابي. بوبليك الجيريان نحب الصراحه ديالو، الا حبك حبك ولا كرهك كرهك، ويقولها لك. وانا كي نكون قبلت البوبليك الجيريان، الجمهور ديالي ماشي غير ديالي، الجمهور نقول الجمهور ديالنا، لا فاصون الطريقه كيفاش يتجاوب معك الدنيا وما فيها. في ليله من ليالي الانس حضرت سلمى فابدعت واطربت. تذكرنا الآن بأبرز ما ورد في النشرة. في ختام اجتماعهم الثامن بفيينا، أعضاء أوباك وخارج أوباك يجمعون على ضرورة مواصلة التشاور لمواجهة تذبذبات سوق النفط بعد عدم التوصل إلى اتفاق تخفيض إضافي في الإنتاج. انزلاق للتربة بإحدى ورشات البناء بسيدي عبد الله بالعاصمة يودي بحياة عاملين اثنين، ووزير السكن يعاين مكان الحادث ويؤكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. حصة خاصة للتلفزيون الجزائري، وزير الصحة يؤكد التزام الوزارة بتقديم المعلومة الصحيحة والآنية للمواطنين وتوفير كافة التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا. استعدادا للألعاب المتوسطية بوهران، انطلاق مرحلة تجهيز الملعب الأولمبي بالعشب الطبيعي، ووتيرة متسارعة لتسليم القرية الأولمبية قبل نهاية السنة. هذه النشرة تمت. العناوين الإلكترونية للتلفزيون الجزائري تبقى في الخدمة. أستودعكم الله.